كشفت رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم أنجلهما عن صدور القرار رقم 33 لسنة 2016، والذي يشتمل على لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي المسموح بمزاولتها في مملكة البحرين. هذا وصرحت الدكتورة أنجلهما بأن هذا القرار يصدر لأول مرة ويختص بتنظيم عملية الترخيص للطب البديل. وللحديث أكثر عن هذا القرار معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية الدكتورة مريم أنجلهما. مساء الخير دكتورة مريم، بداية ما هي أهمية وأهداف وجود هذا القرار؟ مساء الخير جميعا. طبعا قرار رقم 33 اللي صدر هو ينظم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي في مملكة البحرين، وهو قرار الأول من نوعه. طبعا مثل ما تعرفون أن مجالات الطب البديل والتكميلي هي مجالات مختلفة، وفيهم من الخبرات اللي ممكن يعتمد عليه أنه هو ممكن يزاول المهنة، وفي البعض الذي قد لا يملك الخبرة في هذا المجال. فحماية للمواطن والمقيم على في مملكة البحرين، وقياما بدور الهيئة في الرقابة حتى نضمن جودة من المعايير والخدمات الصحية، صدر هذا القرار. القرار طبعا أهميته يركز على أولا تصنيف تراخيص مزاولة الطب البديل. من هو المصرح له بمزاولة مهنة الطب البديل؟ طبعا القرار يشمل الأطباء اللي هم ممكن يكون هو طبيب في الطب الحديث أو الطب البشري ويتخصص في مهنة من مهنة الطب البديل، أو قد يكون ممارس أو فني إنه هو عنده البكالوريوس أو عنده الدورات التدريبية في مجال الطب البديل. فالقرار حدد ما هي الاشتراطات الواجب توافرها في هؤلاء، وما هي المجالات المسموح لهم والضوابط الممارسة لهم. يعني مثلا الطبيب يحق له أن يطلب فحوصات، أن يجري عمليات، لكن الممارس مثلا لا يسمح له بإجراءات مثل هذه. نعم رئيس. نعم، وأيضا نظم عملية الترخيص للمؤسسات ومنتجات الطب البديل. نعم رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية الدكتورة مريم أنجلهما، شكرا جزيلا لك.